السلام عليكم. بعد أن طويت صفحة الانتخابات التركية بفوز أردوغان، تراجعت أنقرة نوعا ما عن سياسة التطبيع مع عصابة الأسد بعد استبعاد الرئاسة التركية لأي لقاء يجمع الرئيس التركي بزعيم العصابة، وانخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسي في الاجتماع الرباعي المرتقب في موسكو لنواب وزراء خارجية نظام الأسد وروسيا وإيران وتركيا. ويبدو أن العهد الجديد للرئيس التركي سيقيد حرية النظام المجرم في المفاوضات مع أنقرة بخلاف مرحلة الابتزاز قبيل الانتخابات. وفي الوقت ذاته برزت تحركات سياسية إقليمية ودولية تدفع بالحل السياسي للملف السوري، أبرزها هيئة التفاوض السورية التي أعلنت عن استعدادها للتفاوض بشكل مباشر مع نظام الأسد حول الحل السياسي وفق قرار الأمم المتحدة برعاية مبعوثها إلى سوريا جير بيدرسون. ولم يبدي نظام الأسد أي ردود حول موقفه من دعوات التفاوض، فهل سيختفي التقارب بين أنقرة ونظام الأسد خلال الولاية الجديدة لأردوغان؟ وما هي الخطوات التركية المقررة تجاه الملف السوري؟ وما هو الحل السياسي الذي تسعى له هيئة التفاوض السورية بمشاركة الأمم المتحدة؟ ما علاقة تركيا باستفاقة هيئة التفاوض وعقدها للاجتماعات ورأب الصدع بين مكوناتها؟ وما هو موقف أبناء الثورة السورية من رؤية الائتلاف الوطني للحل في سوريا؟ أهلا بكم في برنامج بين السطور، نتابع هذا التقرير ونعود إليكم مجددا. ما إن وصل أردوغان إلى سدة الحكم مجددا حتى تراجع خطاب التودد التركي مع رأس نظام الأسد، وهذا ما بدا واضحا من خلال تصريح الرئاسة التركية عقب انتهاء الانتخابات بعدم وجود خطة للقاء أردوغان مع المجرم بشار الأسد، وهذا ما كان يدفع الأخير لعدم القبول بأي تقارب مع تركيا، مبررا ذلك بأن تلك السياسات تنطوي تحت محاولات دعم البرنامج الانتخابي لحزب العدالة بهدف كسب ثقة الشعب التركي من مختلف التوجهات السياسية. بدأت تظهر معالم التغيير في السياسة التركية تجاه الملف السوري عقب الانتخابات، فقد صرحت صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد بأن الاجتماع الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا والنظام سينعقد في حزيران الجاري في العاصمة الروسية موسكو، وأنه سيجري على مستوى نواب وزراء الخارجية بعد أن عقد الاجتماع السابق على مستوى الوزراء، وأنه سيتم على هامش اجتماع مسار أسيتان المقرر انعقاده أواخر حزيران الجاري. وقد أكدت الخارجية التركية بأن الاجتماعات الرباعية التي يرتب لها في موسكو مستمرة بالتنسيق مع المعارضة السورية. ونشطت في الوقت ذاته تحركات ما يعرف بهيئة التفاوض السورية التابعة للائتلاف الوطني السوري، التي اجتمعت جميع مناصبها بجنيف لأول مرة فيزيائيا منذ 3 سنوات، حيث ناقش أعضاء الهيئة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كير بيدرسون العملية السياسية وتطبيق القرار 2245، وأكدت على استعدادها للتفاوض مع نظام الأسد لتطبيق الحل السياسي حسب زعمها. وربما ترتبط تحركات هيئة التفاوض بالسياسة التركية الجديدة. يرى محللون بأن مسار التطبيع لن يتوقف بين عصابات الأسد وأنقرة بعد فوز أردوغان، لأن حكومة الأخير سلمت بأنه يجب أن يكون هناك تطبيع مع النظام لإيجاد مقربات جديدة لحل الأزمة السورية بما يتماشى مع رؤية الأممية للحل. وما سيختلف هو سقف التنازلات التي من الممكن أن تقدمها تركيا، خاصة وأن ابتزاز عصابات الأسد للحكومة التركية انتهى بفوز أردوغان، وسيكون هامش حركة أنقرة أكبر في التعامل مع طلبات النظام، لا سيما في مسألة سحب القوات التركية من سوريا وإيقاف دعم فصائل الجيش الوطني. بداية أرحب بضيفي عبر الزوم، المحلل السياسي والعسكري العقيد أحمد الحمادي والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. مرحبا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أستاذ أحمد كامل، لو بدأت معك، يعني اليوم وبعد أن انتهت الانتخابات التركية وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة، هل ترون أنه اليوم بدأت تتقلص خطوات التقارب والتفاوض بين نظام الأسد وأنقرة بعد هذا الفوز؟ هي ولاية جديدة وأخيرة. أردوغان هو الذي غير الدستور
لوضع حد سقف لزعيم البلاد، وهو ولايتين رئاسيتين فقط، وبالتالي هي 5 سنوات أخرى ولكنها أخيرة. أخيرة بعدها يخرج رجب طيب أردوغان من الحياة السياسية التركية بتعديل هو الذي صنعه. لكنها قد لا تكون يعني نهاية لولاية الحزب، دعنا نقول هي نهاية لأردوغان فقط. نعم نعم. وبالتالي أردوغان مرتاح لمدة 5 سنوات، ولكن ليس فقط لمدة 5 سنوات، مرتاح نهائيا. يعني هو صورته أو مكانته في تاريخ تركيا خلاص اكتملت، حقق كل شيء. 11 سنة رئيس حكومة في نظام برلماني، 4 سنوات رئيس جمهورية في نظام برلماني يعني بدون صلاحيات، والآن ولايتين في رئاسة الجمهورية في نظام رئاسي كامل الصلاحيات. الرئيس أردوغان بسبب هذه الانتخابات اللي كان يعد لها من سنين طويلة وإعداد جدي، شاف ماذا تقول المعارضة وسحب الأوراق من يدها ورقة ورقة. المعارضة كانت تقول نحن ليش، نحن كأتراك ليش نزعل الإمارات والسعودية والدول الغنية؟ ليش؟ هل في ثورات في هذه الدول حتى نروح ندعمها؟ ليش نزعلهم؟ ليش نخسر علاقتنا مع دول غنية ومفيدة لنا؟ قال له تكرم عينك، وهاي صالحنا السعودية وهاي صالحنا الإمارات. النقطة الثانية إنه العلاقات مع مصر، العلاقات التركية المصرية قوية جدا من مئات السنين، ليش نخربها؟ يقولوا له ليش نخربها؟ وبعدين شو عم نستنى؟ وين الثورة في مصر حتى نستناها؟ قال له وهي صالحنا مصر. كانت المعارضة تقول نحن بدنا نخلص من 4 ملايين لاجئ سوري خنقونا، ولا يمكن إعادة 4 ملايين لاجئ سوري إلا بالتعامل مع النظام، لأنه بدنا نرجعهم لعند النظام. فقال له هاي صالحنا النظام. ونفس الكلام بالنسبة لإسرائيل، كانوا يقولوا إسرائيل واليهود مسيطرين على العالم ونحن ليش نحاربهم؟ ليش نحن نحاربهم لحالنا؟ يعني لو كان في معنى كام دولة عم بيقوموا بهالواجب هذا، الوقوف مع الثورات والوقوف ضد الظلم والوقوف ضد الأنظمة المستبدة، لو في دولة تانية معنا كان أهلا وسهلا، بس لحالنا يعني تخينة. فسحب منهم كل هذه الأوراق، وبالتالي هو الآن مرتاح. أبدا ما حدا يتخيل أنه بكرة رح تلتغى كل هذه الخطوات، يعني بكرة بده يرجع يقاطع السعودية والإمارات وإسرائيل ومصر والنظام السوري ونرجع مثل ما كنا قبل. هذا لن يحصل، هذا لن يحصل. ولكن كان في ضغط شديد واستعجال، خاصة في موضوع سوريا كان في استعجال، لأنه يسحب منهم هذه الورقة، لأنه خصمه كان من الطائفة العلوية وعم بيقول أنا علوي صراحة للمرة الأولى في تاريخ تركيا، وحبيبه بشار وحبيبه حافظ حتى، فبده يسحب من إيده هذه الورقة. وكان مستعجل أنه يكون في لقطة صورة مع النظام السوري، أنه شوفوا هدول دعاية المعارضة وكمال كليتشدارولو كلها سقطت، لا لنا أعداء لا مع إسرائيل ولا مع مصر ولا مع الدول الغنية ولا حتى مع النظام السوري. إذا العلاقة مع النظام السوري بترجع 4 ملايين، هاي صافحنا وهي صالحنا. طبعا كل هذا مسايرة، يعني هو إذا كان عادة العلاقات مع النظام ما رح يرجع 4 ملايين ولا 3 ملايين ولا مليونين ولا مليون، لأنه لبنان صالح النظام السوري واندمج فيه حتى وبت صالحه، وما رجع حدا من السوريين في لبنان. وكان في معلومات مؤخرا من أسبوعين أنه حتى 3000 سوري اللي رجعوهم بالقوة من لبنان، طلعوهم من لبنان، رجعوا كلهم، رجعوا إلى لبنان بطرق غير مشروعة، لأنه سوريا الأسد مكان غير صالح للعيش الآدمي. تمام. مثل كأنك عم تطلب من إنسان أن يأكل فأرا، بده يأكله ما رح يأكله، بتهدده بترغبه بتحببه،
شو ما عملت أكل الفئران شيء غير إنساني لا تقبل النفس البشرية، وقبول هذا النظام والعيش في ظل هذا النظام المتوحش الطائفي شيء ترفض النفس البشرية ضد الطبيعة البشرية، يعني شيء مذل ومهين ولا إنساني ولا ممكن. يعني بعد ما أخذوه على القمة العربية حسنت الليرة، كان الدولار 9000 نزل 8400. شوف صرنا نعتبره تحسن، إذا الدولار بصير 8400 يعتبر تحسن كبير بناء على الشيء الموجود، يعني 9000 بالناحية الأدنى. طيب أستاذ أحمد، قديش الدولار اليوم؟ قديش الدولار اليوم؟ 9000. كل الفائدة من القمة، حضوره للقمة العربية، كان هذا تأثر معنوي، يعني ما كان في أسباب حقيقية تخلي أنه الدولار الليرة تتحسن مقابل الدولار، لكن الصورة حلوة وقال لك خلاص مشي الحال وانفتحت أبواب الدول العربية. طلع ما انفتح شيء ورجع الدولار، رجعت الليرة إلى ما كانت عليه بمواجهة الدولار قبل القمة العربية وقبل التطبيع، بالضبط رجعت مثل ما كانت، كأن شيئا لم يكن تماما. طيب أستاذ أحمد، دعني يعني ننتقل لسيادة العقيد أحمد الحمادي. سيادة العقيد، اليوم يعني نعيش نحن على وقع الاجتماع الرباعي المزمع عقده خلال هذا الشهر المرتقب في موسكو طبعا. برأيك يعني شو اللي ممكن يحققه هذا الاجتماع اللي راح يعقد، ولماذا انخفض التمثيل الدبلوماسي؟ يعني كان على مستوى الوزراء في هذا الاجتماع، سيكون على مستوى نواب الوزراء. هل يا ترى يعني الغاية المرجوة من هكذا اجتماع ومن هكذا لجنة بدأت تنخفض نوعا ما؟ السلام عليكم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمستمعيكم الكرام. يعني هذا النظام الذي أراد من خلال اللقاءات الرباعية أن يسوق بأن هناك عملية سياسية وبأن هناك عملية تطبيع بين نظام الأسد وبين الحكومة التركية، برعاية طبعا وبدعم وواسطة روسية، وهذا معروف. لولا روسيا ولولا وجود إيران لما كان هناك أي عملية تطبيع، أو حتى مع الدول العربية أو مع تركيا أو مع باقي المناطق. الجميع يدرك بأن هذا النظام هو نظام قاتل مجرم، لا يمكن أن يتم تسويت أي يعني مسألة معه، لأن هذا النظام حتى الآن أولا لا يعترف بوجود معارضة سورية نهائية، لا يعترف بقرارات الشرعية الدولية 2254-2118 ولا بمقررات جنيف 1 و2. حتى الآن يعتاش على الوسطة الروسية والوسطة الإيرانية. أما ما يتم يعني من خلال اللقاء الرباعي، يعني اللقاء الرباعي تم تقديم مطالب، مثلا النظام قدم مطالب لتركيا بأن تنسحب أو تعلن انسحابا كاملا من المناطق التي توجد فيها القوات التركية، وبأن يتم محاربة الإرهاب، وهذه الاسطوانة المشروخة التي يطالب بها هذا النظام أو هذه العصابة. كان متمنيا النظام أو معتمدا على نجاح المعارضة التركية في هذا الشأن وخسارة الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية للانتخابات، ولكن خاب فأل هذا النظام بنجاح الرئيس أردوغان والمعارضة وخسارة المعارضة التركية للانتخابات التي جرت منذ فترة وجيزة. لذلك المطالب التي تقدم بها النظام هي غير جاهزة للتحقيق نهائيا من قبل تركيا، كما أن مطالب تركيا للنظام بصيانة الحدود ومنع المهاجرين وتأمين حدود المنطقة أو الحدود السورية التركية، وكذلك تأمين عودة أمنية وأمينة وطائعة وطوعية للشعب السوري المتواجد في تلك المنطقة وعدم ملاحقته وتطبيق القرار 2254، هذا كذلك النظام غير قادر على إنجازه وغير قادر على تطبيقه، لأن هذا النظام يعيش في على الحرب، يعيش على الميليشيات، يعيش على الكبتاجون، يعيش على الأمور الغير شرعية. لذلك أتوقع بأن الطرفين، المطالب التي يتم الطلب من الطرفين، غير قادران على التطبيق أو على
تأمين مطالب كل منهما للآخر. لذلك جاءت هذه المستويات الاجتماعات من وزير خارجية، من رئيس مخابرات إلى معاون وزير خارجية، أتوقع من أجل البحث ومن أجل استمرار هذه العلاقة، يعني فقط أن هناك اجتماعات وبأن هناك حالة من التطبيع والتواصل برعاية روسية. إذن دعنا يعني سيادة العقيد، ربما أفهم من ذلك أنه الأمر إعلامي أكثر ما أن يكون سياسيا، يعني هم يعترفون أو دعنا نقول بطريقة ضمنية أنه لن يتم تحقيق شيء، والدليل أنه تخفيض مستوى التمثيل. أتوقع ذلك لأن النظام لا يملك من أمره شيء، هناك روسيا، هناك إيران التي تتحكم في السوري، يعني عندما يعني الأسد بأن ترحل القوات التركية وتعلن انسحابا من باقي المناطق، هل فقط موجود في سوريا القوات التركية؟ ألم يرى بشار الأسد وعصابته 60 ميليشيا عابر للحدود قاتلة تقتل المزارعين وتقتل الرعاة وتقتل من يقوم بجني الثمار والكمأة وغيرها، وتقوم على تغيير الواقع الديموغرافي والديني والثقافي المجتمع السوري؟ ألم يسمع بسميات الطائفية؟ ألم يرى النظام الإمارات التابعة لحزب الله في السيدة زينب وفي قلب دمشق وفي مناطق أخرى؟ إذن كل هذا ما يقوله النظام هو فقط عبارة عن بروبوغاندا إعلامية غير قابلة للتطبيق نهائيا. عندما يطالب برحيل القوات التركية ويترك القوات الروسية المسيطرة على مناطق واسعة في سوريا وكذلك الميليشيات الإيرانية، إذن من هذا المجال النظام لا يريد حلا عادلا ولا حلا في القضية السورية. تماما. أستاذ أحمد، لو انتقلت إليك اليوم، نسمع يعني عن هيئة التفاوض في الائتلاف الوطني السوري، يعني رغم التحفظات على الائتلاف وكل ما يقوم به من اليوم، يعني استئناف اجتماعاتها في جنيف والإعلان عن استعدادها للتفاوض المباشر مع نظام الأسد المجرم. برأيك ما الذي دفعها يعني أستاذ أحمد للإعلان عن ذلك والقيام بذلك بعد هذه المدة من الزمن؟ ما في شيء جديد، المعارضة دائما تعلن ذلك أنه هي تريد مفاوضات جدية ومباشرة مع النظام، أبدا ما في شيء جديد. وأنا مستغرب كيف وسائل إعلام الثورة مندهشين من الموضوع، يعني ما في شيء جديد ابدا. استاذ أبداً. احمد، ربما طفت على السطح، يعني علنا اليوم تصريحات، انت عندما تصرح علنا انا على استعداد مع المفاوضه مع نظام الاسد، يعني ربما كانت دعنا نقول تصريحات ضمنيه، لكن اليوم على العلن، يعني هذا امر خطير دعني اقول. لا علنا ومو ضمنيه، وكل مره بيقولوها كل مره انه نحن بدنا مفاوضات مباشرة مع النظام وليس تطبيع مع النظام. التطبيع شيء والمفاوضات على بناء على قرارات الأمم المتحدة، هذا حصل من حوالي 10 سنين. أول مرة في مفاوضات جنيف، وبعدين اجتماعات اللجنة الدستورية، مين عم يتفاوض مع مين في اللجنة الدستورية؟ يعني هو السؤال انه استئناف الاجتماعات الان، يعني من جديد. يعني هل هذا دلالة على انه في شيء جديد في المفاوضات الدستورية؟ هذه البحرة يصافح ممثل النظام ويجلس معه يعني ما في شيء جديد ابدا. التصريح ما فيه ولا شيء جديد، لا بحجمه ولا بشكله ولا بمضمونه، كله قديم. واللجنة الدستورية، هيئة المفاوضات، اجتمعت بجنيف لأنه السعودية خلاص تخلت عنها، يعني هي كان اسمها هيئة الرياض، هي اللي أوجدتها السعودية. السعودية بتقول لك أنا كلفني مجلس الأمن الدولي بأنه أشكل هيئة للمفاوضات للمعارضة السورية، وتخلت عن ذلك كليا. السعودية هي اللي تغيرت يعني، بس اللجنة ما تغير فيها شيء أبدا، هيئة المفاوضات وكلامه ما تغير فيه شيء. وبعدين الناس بتسب مثلا أردوغان والحكومة التركية إنه شلون بده يجتمع مع النظام، طب المعارضة مجتمعة معه من زمان،
معاذ الخطيب أول يوم انتخب رئيس للائتلاف كان عم بيوجه رسائل لبشار الأسد وبده يجتمع معه. رسائل أول شغل بده يعملها كان بده يبعث ورقية لسيادة الرئيس. لسيادة الرئيس هيك. فنحن في عنا مشكلة يعني تمام. مشكلة في الفهم إنه بنطلب من غيرنا أشياء لا نطلبها من أنفسنا. نمنع على غيرنا إنه يعمل أشياء نحن عاملينها. في الصور خليني اللي بيحبوا يتابعوا هذا الموضوع اليوم أنا بحط لكم على الفيسبوك أو على تويتر صور اجتماعات المعارضة مع النظام لها أول ما لها آخر. اللجنة الدستورية دائما مع النظام. مفاوضات جنيف هي مفاوضات مين ومين؟ المعارضة والنظام. تماما هي المعارضة والنظام. أستانا شو هي؟ في معارضة وفي نظام. صحيح. سوتشي يعني هي مو مفاوضات مع النظام، هي زواج مع النظام، هي يعني دخلوا في النظام صاروا شيء واحد. استاذ احمد، استاذ احمد ربما يعني السؤال الان انه لماذا الان بالذات، يعني هو هاي السؤال انه ما في شيء، هل هناك شيء جديد؟ يعني هو هذا السؤال. ابدا ابدا ابدا، في كل اجتماع بيكرروه، في كل اجتماع رئيس هيئه المفاوضات هلا هو شو اسمه بدر جاموس واللي قبله كلهم كانوا ما عدا بعضهم كان يتأبى عن فعل ذلك، بس الكل وخاصة اللي بلش هذا المسار علناً كان هو نصر الحريري. نصر الحريري تمام. إنه أنا بدي أتفاوض مع النظام. ولذلك الخطير إنه أنت بعد ما تقابل النظام شو بدك تحكي معه؟ يعني إذا أنت بدك تجتمع مع النظام أو تتفاوض مع النظام لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وجنيف واحد أو جنيف اثنين، يا سيدي جنيف واحد هو إعلان جنيف صحيح. هذا ما فيه شيء، أنا مستعد أعمل ذلك. طبعا. أي إنسان وطني مستعد يعمل ذلك. هديك مفاوضات شلون بده ينقلع بشار، هاي ما في مانع فيها تمام. بس تقعد مع بشار مشان تعديل دستوري هذه خيانة عظمى، جريمة حقيقة. أو تقعد مع بشار وأنت ما في خطة وما في مرجعية، مفاوضات هيك إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، مثل ما بزمانه شامير قال على مفاوضات أوسلو مع الفلسطينيين، قال لك سأجلس معهم ولا مو، قالوا له كيف أنت تعترف بمنظمة التحرير، بدك تقعد مع ياسر عرفة، قال له بدي أقعد مع ياسر عرفة وأتفاوض معه 10 و20 و30 و40 سنة وأنا في أثناء ذلك أبني المستوطنات تماما. وبالتالي أنت شو مضمون الاجتماع؟ إذا كانت مفاوضات على تنفيذ قرار ينص على زوال النظام وإسقاط بشار الأسد وإقامة هاي حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، ما في مانع، ما في مانع. ولذلك يعني استاذ احمد يعني لذلك الناس فقدت اليوم بالداخل السوري، فقدت الثقه باي مؤتمر يعقد، لانه صارت تعرف النتيجه انه لن يتحقق اي شيء اطلاقا. اشكرك، وضحت الصوره بهذا الامر. دعني انتقل لسياده العقيد. احمد، سياده العقيد، اليوم عم يعني نتابع ونسمع ونقرا عن توجهات دوليه على مستوى الدولي، اتجاهات تدعو للحل السياسي في سوريا وربما تسريع هذا المسار. لماذا برأيك هذا الأمر، ولماذا نشطت هذه الدعوات بالفترة الأخيرة؟ هل اتفقت جميعا على أنه لا حل للوضع في سوريا إلا بمسار سياسي؟ يعني هذا الأمر ليس جديد، الأمر دائما كانت تقول الدول الكبرى والدول العربية بأن لا حل عسكري في سوريا، بل الحل يعني والبديل عن الحل العسكري هو حل سياسي. لذلك تم إيجاد هيئة المفاوضات وجنيف واحد وجنيف اثنين وال2254 وال2118 وباقي القرارات الدولي، ولكن قامت روسيا والنظام وإيران وبعض الأطراف التي محسوبة على النظام بتفريغ كل هذه القرارات من المحتوى، وبقيت تشور هذه القرارات وهو فقط الاجتماع مع النظام أو يعني عبارة عن دعوات هلامية لم تجد واقعا يعاش على الأرض. لذلك رأينا يعني اجتماع عمان واجتماع جدة ومن ثم القمة في جدة، القمة العربية التي لم تذكر بشكل أو
وآخر على تطبيق قرار 2254-2118. حتى الأمم المتحدة اليوم لم نرى ذلك، ولكن المرد كل ذلك يقولون بأن هناك تفاوض، عملية تفاوضية تجري في اللجنة المهيئة المفاوضات وفي اللجنة الدستورية وفي باقي يعني المتشعبة، العلاقات المتشعبة بين المعارضة وبين النظام، يعني هناك مفاوضات جارية. هذا ما تريد الأمم المتحدة، بالتالي الأمم المتحدة لا تريد أن تحق الحق أو أن تنصف السوريين في أي مسألة. الفيصل في هذا الموضوع هو موقف المعارضة السياسية والعسكرية وكل مؤسسات المعارضة السورية. إلى أين نحن عندما فعل موقف جدي ومواقف المعارضة السياسية والعسكرية عندها والدول العربية ستلتفت إلى هذه المعارضة. اليوم الجميع يقول من سنفاوض، ما هي مشروع، لماذا تذهبون هكذا سدى، يعني تقدمون الدعوات. يعني عندما نقول سنتفاوض مع نظام، صحيح نتفاوض مع النظام من جنيف إلى أستانا إلى سوتشي إلى اللجنة الدستورية إلى كل هذا، ولكن هل أفضى هذا هذه المفاوضات إلى إخراج معتقل واحد من معتقلات الإمام؟ لم تقدم ولم تؤخر. طبعا القرار 2204 تكلم عن أن خروج المعتقلين هو فوق التفاوض، يعني هذه مسألة إنسانية، دخول المساعدات الإنسانية فوق التفاوض، هذا أمر طبيعي بأن تدخل المساعدات الإنسانية. ولكن إذن على ماذا يتم التفاوض أستاذ سيادة العقيد؟ إذن يعني ما الجدوى من هذه المفاوضات؟ معناتها على أي شيء يتفاوضون إذا موضوع المعتقلين وموضوع دخول المساعدات؟ يعني ما الجدوى من هذه المفاوضات إذن بالأصل؟ أتوقع كل هذه الدعوات هي عبارة عن فقط إعطاء رخص للنظام وللمجتمع الدولي للتنصل من المسؤوليات بأن هناك تفاوض، عملية تفاوض تجري. ولكن الحقيقة يجب أن يكون التفاوض مبدأ إقامة حكومة ذات صلاحيات واسعة بعيداً عن نظام الأسف في قرارات الشرعية الدولية. هذه هي العملية التفاوضية لمبدأ جنيف واحد لل 2118 الذي جرم هذا النظام الذي استخدم الكيماوي مرات عديدة وعلى تطبيق القرار 2254. ولكن حتى الآن لا نرى شيء من تطبيق القرار 2254 في تشرين الأول 2015. اليوم 8 سنوات، ماذا حقق هذه العملية التفاوضية؟ هل سيبقى الشعب السوري موزعا في المنافي في الداخل والخارج، وهذه المشكلة الإنسانية الكبيرة والسياسية والجريمة المنظمة التي ترتكبها عصابات إيران وعصابات الأسد والكبتاغون وغيرها إلى لا نهاية؟ إذن يجب أن توضع يعني حد لكل هذه العمليات، وبالتالي التوجه نحو قضية واحدة هي تطبيق قرارات الشرعية الدولية ولا التفاوض على شيء غير ذلك. تماما. سأعود إليك إن شاء الله سيادة العقيد. سأنتقل إلى الأستاذ أحمد كامل. أستاذ أحمد، يعني بناء على قرار الأمم المتحدة 2254، لنفترض جدلا أنه هو القرار الأممي اللي يمثل المسار السياسي الدولي في سبيل تحقيق خلينا نقول يعني مفاوضات، برأيك هل يمكن أن ينخرط أو يجبر نظام الأسد، باعتبار أن المسار دولي بالكامل، يمكن أن ينجبه ويجبر وينخرط نظام الأسد في عملية تفاوض للحل السياسي؟ لا، أولا لأنه قرار 2254 ليس قرارا ملزما، يعني أحلام، هو رغبات إذا بتحبوا. يعني مثل إذا كان أنت ماسك وحش وعم تحاول تقنعه انه اذا سمحت يا وحش، بليز يا وحش، يا سلام، سيلتو بلاي يا وحش، سيلتو بلاي سيلفو بلاي يا وحش، لا تاكل لحم، عيش نباتي. ما ممكن. مثل اذا عم تحاول تقنع حيه انه يا حيه اذا بتريدي، او عقرب انه لا تقرص هذا،
عم تحاول تقنعه بشيء ضد طبيعته، شيء ما بيحسن بيعيش من دونه. صحيح. هذا نظام لا يعيش إلا بالقتل وبالتعذيب وبالاغتصاب وبالتهجير وبالكبتاغون وبالحشيش، ما عنده مصدر تاني للحياة إلا في الجريمة. هو عقله إجرامي، طيب أنفاسه إجرامية، كل شيء فيه إجرامي، ولا يمكن التعايش معه أبدا، والحل الوحيد هو مقاتلته بالسلاح. البعض قد يسأل أستاذ أحمد، روسيا، طيب أين روسيا؟ ليس ضامن روسيا مثلا لهذا النظام ما بتحسن تفرض عليه، ولا برأيك هي التي تدفعه للإجرام أكثر؟ هي ضامن لجرائمه. إيران ضامن تماماً. لجرائمه، وهدول إجوا لأنه في بعض الجرائم ما بقى يحسن عليها، هو صارت الجرائم المطلوبة بحق العرب المسلمين السنة في سوريا. حتى ما حد نضحك على بعضنا، وحدا يفهم أنه هذا نظام استبدادي عادي عم بظلم كل الناس. لا، ما عم يظلم كل الناس، وما عم بيهجر كل الناس، نظام طائفي، ما عم يقتل كل الناس. فروسيا وإيران والبيكيكي موجودين لحتى يقوموا بالجرائم اللي النظام ما عاد قادر يعملها، لأنه ما عاد عنده عدد كافي من الرجال ولا عدد كافي من السلاح، أو ما عاد عنده قدرة إجرامية لهالدرجة، لأنه المشاريع كتير كبيرة، مشاريع الإجرام اللي المفروض تتنفذ. فاللي بيعتمد على النظام مجنون، ما في براسه ولا كلو ولا ذرة عقل. كلامك لمن؟ للسوريين أستاذ أحمد، كلامك للسوريين؟ للعالم كله، بس الدرجة الأولى للسوريين. للسوريين نعم. اللي بتأمل بأنه بالمفاوضات بالاجتماع مع هذا النظام ممكن تحصل أي شيء، انك تدخل رغيف خبز في احدى المفاوضات، وانا كنت حاضر كصحفي احدى جولات المفاوضات في جنيف، وصلت بوفد المعارضة التنازل انه بس مطلب الواحد انه خلي جهة، ما جهة، مين ما كانت هالجهة، الجامعة العربية، الامم المتحدة، منظمة حقوق انسان، مين ما كان، يشوف السجناء في سوريا، يشوفهم. والنظام لم ينفذ هذا الطلب، الطلب التافه هذا، وعشر جولات مفاوضات لم تحقق هذا الطلب، ولن تحقق أي شيء. أنا متأكد يقينا من أنه أحد ضباط النظام في من زمان آية الجملة، نحن إذا غيرنا مدرب منتخب كرة القدم، منتخب سوريا لكرة القدم، بناء على طلب الجمهور، بناء على طلب الشعب، يسقط النظام تاني نهار. هذا نظام قائم على فكرة أنا تماماً. لا أقدم شيء بالمفاوضات تماماً. لا أقدم شيء بالذوق، لا أقدم ولا شيء بناء على طلب الناس، على طلب الشعب. شو بطلب هذا الشعب؟ أنا بعمل العكس. يعني تأكيد لكلامك أستاذ أحمد، هو حقيقة فعلا، يعني بالنسبة لو يعني وسعنا الدائرة شوي، الواقع الرياضي لدى النظام المجرم لا يختلف تماما عن أي فرع مخابرات إطلاقا، لا يختلف كل أبدا، كل شيء، والواقع الديني والواقع الرياضي والواقع تمام. الثقافي والزراعة والصناعة والسياحة، في كل شيء هذا عقله، هو عقل إجرامي تماما. أنت كل واحد بتعامل مع هذا النظام الطائفي، هو بطائفته، بدك تتعامل مع عقل إجرامي غير قابل للتفاهم. ما بيقدر. ونحن حاولنا كل شيء، يعني الشعب السوري حاول كل شيء وقدم كل التنازلات، وهي الاقتراحات انه خلينا نحاول ناخذ منه اشياء بالذوق، هذه محاولينها من زمان، محاولينها من زمان من زمان، والنتيجة صفر مطلق. والأردن بده يحصل من علاقاته مع النظام صفر مطلق، والجامعة العربية بده تحصل من النظام بتطبيع معه صفر مطلق، صفر. وتركيا من علاقاتها مع النظام ما رح تاخد شيء، هذا إذا ما كان إجاها الشر، لأنه هلأ الكبتاغون موجه للجنوب تمام. إذا تركيا بتتصالح مع النظام، أنا بأكد لك الكبتاغون ده يفتح الشمال، تكافئ مباشرة يصير. من يعقد معها علاقات مع هذا النظام المجرم يكافئ مباشرة. حتى تعرف العالم، حتى تعرف الأمم شو يعني كبتاغون. الكبتاغون هو الحشيش الرخيص جدا والسهل جدا، يعني بصير أولاد المدارس، بتصير بنت عمرها 12 سنة بتشرب حشيش، لأنه من خرجية الأولاد بيشتروا حشيش، هذا هو الكبتاغون. الآن في الأردن في أطفال وطفلات، بنات مسلمين بيشربوا حشيش، لأنه سهل ومتاح وغير متناول، بالمتناول
بالمتناول، بمتناول الجميع، وبيغرق لك البلد كلياتها. هيك التطبيع مع النظام بيعمل. تماما. اللي بيحب يتفضل. تماما. وصلت الصورة أستاذ أحمد، بارك الله بك. سأختم مع العقيد أحمد. سيادة العقيد، بالأيام الأخيرة شهدنا تصعيد روسي، الطيران الروسي استهدف بعض المناطق في الجنوب، يعني بجبل الزاوية وبمحيط مدينة أريحة، تزامنا مع الدعوات للحل السياسي كانت هذه الغارات الروسية. هل ترى سيادة العقيد يعني أنه اليوم ممكن أن يكون هناك خطط روسية أو مرحلة جديدة ربما تبدأ في المنطقة بناء على هذه الغارات؟ يعني القصف ليس جديد على المنطقة. هو أنا أسألك لأنه يعني بعد عدة أشهر، نعم، بعد عدة أشهر تم استئناف يعني الغارات. بعد 6 أشهر من توقف الروس من القصف بدأوا واستأنفوا عملية القصف على منطقة جبل الزاوية، على منطقة جبل 40 محيط أريحة، على غرب حلب، في منطقة الطامورة، في جبل الزاوية، في دار عزة. هم يريدون فقط إرسال رسائل إلى المجتمع الدولي بأنهم هم القادرون على محاربة الإرهاب كما يسمونه، هم القادرون على وضع الخطة العسكرية أو القوة العسكرية، بأن لديهم القدرة العسكرية على ضرب هذه المناطق، علما بأنهم قصفوا مناطق شبه خاوية. يعني فقط يريدون إرسال رسائل لإيران التي وقعت 15 اتفاق اقتصادي مع النظام بأن روسيا لديها اليد، القوة والطولة في سوريا، كذلك للمجتمع الدولي بأنهم يستطيعون فرض ما يريدونه، وأن الحرب الأوكرانية الروسية لن تترك سوريا، يعني روسيا لن تترك سوريا، بل هي متواجدة بقوة وأن عملياتها العسكرية مستمرة، وهي فقط تريد إرسال رسائل من أجل كذلك عملية التفاوض التي تجري بين في اللجنة الرباعية، ما يسمونها المسار الرباعي. تماما. إذن هي رسائل كما تتفضل سيادة العقيد. لم يبقى لي إلا أن أشكركما ضيفي الكريمين، كنتما معي عبر الزوم المحلل السياسي والعسكري العقيد أحمد الحمادي، وأيضا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد كامل، بارك الله بكما. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا. حياكم الله. الشكر لكم أنتم أيضا متابعينا، انتظرونا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.